حقوق الإنسان كل المنظمات أخرج أبناءنا، أخرج أبناءنا الذين لهم من سنتين ومن ثلاث ومن أربع سنة. بيان وقف رابطة أمهات المختطفين بمديرية الخوخة يمر عام ويتلوها عام والأشرات من أبناء الحديدة. إن معاناة أبنائنا المختطفين في الحديدة لا يقبلها الضمير الإنساني. فمتى بدأ الاشتباكات المسلحة في المحافظة فضاعفت معاناة أبنائنا المختطفين والمخفيين قسرا الذي يزيد عددهم عن 200. ارتقتكم نقل الأشرات منهم إلى العاصمة صنعاء ومنهم منع التواصل مع عائلتهم واستحدثت سجون سرية لبعضهم وتم ابتزاز الأشرات منهم بمنع الزيارة عنهم وتجريئهم وعدم توفير مستلزماتهم الشتوية الضرورية مما اضطرنا لدفع مبالغ كبيرة أملا في توفيرها في الحين الذي نعاني فيه الترويح خارج الحديدة. واشتدت مخاوفتنا بإطالة إسام من أبنائنا المختطفين إلى المحاكمة رغم توقيع الأطراف اليمنية على اتفاق السويد الذي يضمن الحرية لجميع المختطفين والمخفيين قسرا على خلفية الأصوات وتحت رعاية الأمم المتحدة. إننا أمهات المختطفين وفي وقفتنا هذه نطالب بإطلاق سراح أبنائنا المختطفين والمخفيين قسرا وفورا ودون قيد وشرط وإيقاف المحاكمات الهزلية بحق أبنائنا. كما إننا نضع هذه المعاناة والمخاطر التي تهدد حياة حرية أبنائنا أمام الأمم المتحدة ومبعوثها العمني ونشاشدهم إنقاذ أبنائنا وحمايتهم. كما نحمل جماعة الحوثي المسلحة حياة وسلامة جميع أبنائنا المختطفين والمخفيين قسرا صادرة عن رابطة أمهات المختطفين محافظة الحديدة.